بالنسبه للقرار ديال تراجع عن احتضان كاس افريقيا كيجيني غريب، لان الجامعه الملكيه المغربيه وكذلك الحكومه المغربيه كانت كتساند هاد يعني هاد الرغبه هذه، ولكن كنشوف على انها بالنسبه لي انا الراي الشخصي ديالي انها في يعني في حل يعني قرار مناسب. الا بغينا نستضيفوا كاس العالم خصنا نستضيفوا الاول هو كاس افريقيا، يعني ما خصناش نتراجعوا على هذا القرار هذا باش نشوفوا الامور كيفاش غادي تمشي، ولا كانت شي حاجه خصها تصلح نصلحوها من بعد. خصنا نشوفوا كاس افريقيا كيفاش غادي يكون، زعما الاستضافه ديالو هنايا هي الاولى باش نستافدوا منها في استضافه كاس العالم. الصراحه ما كانش عليه تراجع نهائيا، حيتاش كاس افريقيا كانت غادي تشغل واحد اليد عامله وكانت غادي تعاون البلاد بزاف، وللاسف الشيء اللي كاين. على ما اظن ان تنظيم كاس افريقيا المحلي اللي كان داز في اعتقد السنه الماضيه كنشوفوا انه كافي، وبين على ان الجامعه المغربيه في مستوى كبير ونالت اعجاب يعني الكونفدراليه الافريقيه، فكنشوف على انه قرار يعني شنو نقول لك، نقولش قرار غريب ولكن انا اؤيده. الصراحه غريبه بزاف، غريبه انه يترشح لكاس العالم وما يترشحش لكاس افريقيا، راه زعما شي حاجه غريبه. دول تراجع المغرب على تنظيم كاس افريقيا 2019، فانا متفقش معهم حيت باغي المغرب تنظم كاس افريقيا هنايا، حيت بما انها ترشحت باش تقدم كاس العالم وان عندها باش عندها امكانيه تنظم كاس افريقيا، فما كرهناش كون المغرب نظمت لنا كاس افريقيا صراحه. وظهر لي بلي راه التراجع مزيان، اولا لان الافارقه بداو كيقولوا بلي راه المغاربه كيتحكموا في احمد رئيس يعني سميتو الجامعه رئيس الكاف ديال الكاف، كيقولوا بلي راه المغاربه هما اللي كيتحكموا فيه ولا دميه بايديهم، وبداو بزاف ديال هذوك خصوم الوحده الترابيه كيستغلوا هاد القضيه هذه باش يعاديونا مع الافارقه. ايوا وهذا كنظن بلي راه قرار حكيم من هاد الناحيه هذه، زياده على ان الوقت يعني ضيق، دابا بقاو 6 شهور ولا 7 شهور ما كاينش الوقت الكافي باش يعني ننظموه. ثالثا على ان ما سمعت على انه فيه خساره ماديه، حتى من الناحيه الماديه ما يعني ما غاديش نربحوا شي حاجه كثيره، وثالثا غادي نوضعوا الافارقه قدام يعني الامر الواقع، بما انهم ما بغاوناش حنا ننظموا كاس افريقيا يوجدوا هما الا لقاو شي بلد اخر اللي غادي يقد على هذه المهمه هذه. حنا المغرب فهمتي كيبان لنا احسن افريقيا، هو احسن بلد في افريقيا تقريبا، وكيرا ماسر حتى هي مرشحه، ولكن المغرب عندها امكانيات عليها بزاف. على كل حال انا كنظن بلي راه هذا قرار حكيم، زياده على انه سمعت بلي راه كاين هذوك لي جو بان افريك غادي يداروا تقريبا في غشت، لان هذيك غادي دير في جويليا، ما كاينش الوقت بزاف باش ننظموا جوج ديال زعما الملتقيات كبيره بهذا الحجم هذا. المغرب غادي يضطر يا اما يتكونساكرا لهذا او لهذا، اللهم نبقاو مع هذوك لي جو بان افريك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.